تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي والمصري في الشوط الاول، شوط حاول فيه الفريقين تهديد مرمى كل فريق. يمكن نادي الاهلي وصل عن طريق التسديدات مره واثنين وثلاثه، نادي المصري محمد فخري شال كوره من على خط المرمى، ولكن في النهايه النتيجه بدون اهداف. كابتن شريف، تعادل سلبي في الشوط الاول، اعتقد ان هو تعادل منطقي. تعادل طبيعي، طبيعي جدا للشكل المجهود اللي بيبذل في الملعب. يمكن النشاط والحيويه موجود في لعيب النادي الاهلي، بيحاولوا يثبتوا صحيح ان هم على قد المسؤوليه اللي هم فيها النهارده. ولكن فرقه المصري بتلعب باحساس ان هم بيلعبوا فرقه مش كامله او مش قوام اساسيه شويه في ان هم يقدروا يلعبوا تحركات ويخشوا جوه منطقه الجزاء، وحاسين ان هم ممكن يستغلوا اي ضربه ثابته ويحرزوا منها اهداف. حاسين براحه في الملعب ان هم بيلعبوا ماتش ودي، مش هنقول ماتش رسمي يعني. فحاسين ان هم ممكن في اي وقت يكون ليهم سبق التهديف. ولكن لعيب النادي الاهلي وخاصة اللي احنا بنسميهم البروميسنج، مين لفت نظرك الشوط الاول؟ رأفت خليل وكريستو وكوكا وفخري، كل واحد فيهم بيحاول يقدم اضافة او تحرر من اللي كان فيه تحت قيادة القوام الاساسي اللي قبل كده. فانا مش هقدر اقول لعيب واحد هو اللي خد عيني والكلام من ده، ولكن عندي ملاحظة واحدة بس على علاء ميهوب. ايام ما كان بيفضل ياخد الكره ويحاول، عنده فكره، عنده بلان. مين؟ انا بتكلم على علاء ميهوب، قاعد معايا وهو صغير في نفس السن ده، كان عنده بلان. كان دايما بيفكر ان هو عايز يعمل حاجه معينه. وكان بينفذ. هنا في تعطيل شويه في فكر رأفت خليل وكريستو، بيزودوا المحاولات. يعني عنده السهله واحده واثنين ويشوط، لا ما بيشوطش، بيروح راجع وعايز يرقص واحد تاني وبعدين يبتدي هجمه وبعدين يعمل. عاملين برويه، عاملين برواز، عاملين سيناريو. انما اللغه بتاعه الدرجه الاولى فوق، بتاعه اللعب فوق، محتاجه فكره تانية. لا، محتاجه البوكس. انا بلعب على بوكس، وجودي وسعري ومالي وحالي وفترتي اللي جايه كلها في البوكس ده. فده اللي انا بتمناه في الشوط الثاني. كابتن علاء، تقييمك للشوط الاول فني؟ بص يا ايمن، سريعا، الشوط مفتوح من الجانبين، مساحات كتيره جدا جدا موجوده في الملعب. الملعب يعني مساحات موجوده بطريقه غريبه بين ناحيتين على بس التاريخ. احنا كنا متوقعين كده قبل المباراه. لكن انت كنت متوقع مثلا لعيبه النادي الاهلي حته تجانس مش كتير، لكن كمان ده من المصري. كويس، الفرص مش نادره يعني، هي بس اخطر فرصه اللي شالها محمد فخري مع الخط. التسديد ده بيشوطوا لعيبه النادي الاهلي بيسددوا، بس لازم ده مهم قوي التوقيت. بالظبط، التوقيت والمسافه نفسها. بالظبط، ده الحاجه الملحوظه السريعه بقى اللي موجوده، اللي انا اتكلمت فيه قبل الاستوديو، انا كنت خايف منه، انك بتلجا للعب فرد عشان تظهر نفسك. اللي بيتكلم فيه كابتن شريف، كابتن شريف بيلف ودور على الحته دي. ان انت عايز تاخد النظر بس بالفرد، فبتزودها فده مش، انا مش عاجبني، ولا عاجبني رأفت ولا عاجبني كريستو. بيتحرك في الحته الاماميه كتير قوي وملوش مكان، لكن انا في الاخر الكره انتاج. انتاج يبقى دور على الجماعيه. مهارتي دايما اقولها هنا في الاستوديو كلنا، التوقيت وامتى. التوقيت مهم قوي، امتى استخدم مهارته وفين. لكن مش انا مهاري يبقى من نص الملعب عايز اعدي من واحد واثنين. لا، اللي كان بيتكلم عليه كابتن شريف دلوقتي، لازم الشوط الثاني يعني كولر بقى، اي حد يتكلم معاك، العب لعبك اللي هو العادي الهادي. انا مش بختبرك، عارف، لو قلت لهم انت مش تحت اختبار، اعتقد الامور تبقى اهدى شويه. صحيح. كابتن اسامه، لو مكان مستر كولر تعمل ايه الشوط الثاني وتقول اللعيبه ايه بين الشوطين؟ طب مش لما اتكلم على الشوط الاول؟ وانا بقول ما هو هيتكلم اكيد مع الشوط الاول، انت مكانه هيتكلم على الشوط الاول. لا، شوط طبعا زي ما قلت لك من الاول هيبقى حماسي، بس بدون تجانس، بدون تركيز. في ناس عايزه تثبت فردي ان هي كويسه، لكن ما فيش اي تنسيق ولا تجانس. يعني انت مثلا رأفت خليل، انا قلت لك الراجل هيصمم انه يلعبه راس حربه لانه نزله الماتش اللي فات راس حربه، يبقى هو عند في فكره عند مستر كولر شايفها في رأفت خليل. رأفت خليل بيحاول وبيجري وينزل لتحت وعايز، بس المسانده والمساعده من كل اللي حواليه مش موجوده. لا من طاهر، لا من كريستو، لا من احمد القندوسي، لا من فخري، لا من خالد عبد الفتاح، لا من كريم الدبيس، اللي هم السته ولا السبعه اللي بيلعبوا على الاطراف كلهم. ما فيش حاجه واضحه. هو حماس
وفقد الكرة بيبقى كتير، عدم تركيز، حتى الدقة والتوقيت انه يعني اشوط امتى، اهدي امتى، ابصيها امتى، اللي مفروض تتشاط يتأخروا، اللي مفروض تتأخر، فهو في حماس وفرصة عايزين يثبتوا ذاتهم. بس انا قلت لك التجانس غير واضح، ومش بس من الاهلي، احنا بنتكلم على المصري برضو نفس الشيء، مفيش حاجة واضحة، يا كورة بتاعت فخري شلبة على الخط وكورة لعبها تاني مروان بدماغه، واحنا لينا واحدة او اتنين، كريستو شاطها جنب العارضة الفاول، وبرده كريستو شاط واحدة كده بقى عليت فوق، لكن شوط يعتبر لو الفرقة مكتملة هقولك ضعيف جدا، لكن بما ان الفرقة بالحالة دي فهو شوط ضعيف، يعني شوط ضعيف لغاية دلوقتي. الراجل بقى نتمنى ان اكيد هيسيب الناس دي شوية تلعب، لانه تانيين صغيرين قوي، وهيدي بقى فرص مع الوقت، ايوه، لان هو مش مركز على النتيجه، ويقول لهم العبوا بهدوء، حاول ما تحطش ضغوط على نفسك، هو ده الكلام اللي هيتقال لهم. يعني كابتن عادل، شوط اول سلبي، توقعاتك للشوط الثاني؟ يعني هكذا مباراه اثبات الذات، طب يحصل كده، حماس زايد قوي، قرارات خطا بالتاكيد بتحصل جوه الملعب، لان عدم خبره، عدم تمركز جيد في بعض الاوقات بيخليك انك انت تادي بالشكل ده. ولكن في اخر الامر انت بتتكلم في نتيجه طلعت 0-0 شوط اول، لان انت بتلعب المصري برضو، وانت لسه ما عندكش، عندك لعيبه كتيره قوي بتلعب يعني مبارياتها الخطوات الاولى ليها، ودي حاجه كويسه. اللي جول الدكه هيتاخر طبعا. لا انا رايي لازم يلجا بسرعه للدكه، لانه يكمل، ما هو كل اللي موجودين ناشئين، ما انا بقول لك يكمل المباراه اختبار، يكمل المباراه اثبات ذات. ما هو انا خليني ابعد عن النتيجه خلاص، طالما بعمل مشروع، بعمل طريقه، بشوف، لانه 85% من القوام الاساسي بتاع الفرقه مع اي مدرب في سنه كامله بيبقى حاطه خلاص، بيبقى عنده 15% في السنه الثانيه، اللي هو 15% الزيادات والتاكيدات. هو دلوقتي بيشوف كويس ما بعد، هو سواك من مباراه النهارده، ماشي مباراه النهارده بنكره المباريات القادمه او بالاستراتيجيه القادمه. اوعى تفتكر ان المدرب في الوقت الحالي بيتفرج، يعني بيشتغل على مباراه، لا هو بيشتغل على مستقبل، بيشتغل على نوعيه لعيبه ممكن يحتاجها في اوقات كويس. من الموسم لو لجا للدكه هيلجا لمين على الدكه؟ ما هو زي ما اتفقنا، يعني احنا لو اولاد في عندنا كله لعيبه صغيره في السن، انا بقول لك لازم يشوفهم، ولازم يدي للخمسه على الاقل، لازم يخلص كل تغييراته عشان يدي فرص اكتر للاعبين دي، عشان زي ما احنا اتفقنا احنا مباراه للتحضير وليس مباراه للبنات والنتائج. هو بيحضر للموسم القادم. ايه تحضير الموسم القادم؟ باقه اللعيبه ال 15% اللي بتكلم عليهم، اللي بيساعدوا فرقه النادي الاهلي الفريق الاول في اوقات الصعبه، اللي هي ممكن ياخد شوط واثنين وثلاثه، واثبت النهارده في اكتر من ولد ممكن يعني مش اعتمد عليهم في الوقت الحالي، يعني زي كريستو. انا كريستو عاجبني، عنده سرعاته كويس قوي، لعيب ايه طيب؟ لعيب هيبقى كويس. لا هو الانتاج ده مع الفرقه الكبيره، لما يشتغل مع المجموعه الكبيره هينتج، لكن انا دلوقتي بشتغل في وسط الناشئين، فما تنتجش يا لعيب وخلاص. هو النهارده مثلا نقل الفرقه من نص الملعب للنص الملعب الثاني. انا ما يعني انا في حاجه، انا ما بحبش التقييم في وسط كله لازم يتقيم. انا حط كريستو ده، حطه في وسط مثلا لاعبين كبار، حسين الشحات لعبوا في وسط، محمد شريف لعبوا في وسط، كهربا لعبوا في وسط، علي معلول لعبوا، يبقى هو قدام علي معلول، هينفع مع علي معلول جدا، علي معلول هيدي له نصايح، هيشتغل معاه، هيعدي الناحيه الثانيه. لكن هو بيلعب مع المجموعه اللي كلها بتختبر، أيوة. فهو في عنده حماس، يعني انا عجبني في كره خدها من نص الملعب ومشي بيها وخد الفاول ونقل الفرقه من هنا لهنا. ابني على الحته دي، يعني انا ابني على الحته دي. أيوة. كوكا كمان النهارده، كوكا مدافع جيد ممكن يشتغل كويس، ممكن تحتاجه انت. الفرق الكبيره مش كله لازم يبقى مارادونات عندي، انا عندي ممكن يبقى عندي 20 25 لعيب بعتمد عليه زي السنه اللي فاتت، ممكن اتزنق في مباراه، ممكن اتزنق في تريحه، ممكن اتزنق في اوقات قد انا الولاد الصغيرين اللي هو، يعني انا شايف انه في نجاح في اللعيبه، برغم ان
يعني عددهم مش كتير في النجاح ولكن تجربه جيده وقدام حتى هيثبتوا ان هم ما ينفعش 45 دقيقه انك انت هتتكلم عنهم يعني. احنا قلنا كده من قبل الاستاد. لا هو ايمن مش هيغير، ما اعتقدش انه هيغير البدايه، ما اظنش، ما اعتقدش لانه اولاد صغيرين قوي ودول هيديهم فرصه اكتر. اقول لك يا كابتن اسامه، ولو يغير هيدي برده كله ناشئين من بره. الفكره نفسها هم دول لازم يثبتوا نفسهم شويه. الفكره نفسها بدل ما نشوف خمسه ما نشوف 10. ماشي، بس الاول دول الاول دول يعني ياخدوا فرصه اكتر ويثبتوا نفسهم الاول قبل ما ادخل ناس ثانيه. الناس الثانيه مش تاخد فرصه. ماتش بدا اسامه، ماتش بدا يا محمد بدا. شوف بدا، شوف بدا، شوف بدا. عموما نتمنى التوفيق لعيبه نادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني، تحيه الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.